في 22 من تموز من عام 2003 أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية مقتل عدي وقصي صدام حسين، الرجلين الأكثر إثارة للرعب بعد والدهما في مدينة الموصل، وذلك بعد مطاردة استمرت لأشهر انتهت بعملية كانت تهدف في الأصل إلى إلقاء القبض عليهما، إلا أنها سرعان ما تحولت إلى معركة بالأسلحة النارية استخدمت فيها القوات الأمريكية طائرات الأباتشي المقاتلة، فيما استمرت المعركة 6 ساعات في مخبأ محصن، انتهت بمقتل الأخوين ومعهما مصطفى نجل قصي بالإضافة إلى مرافقهم الشخصي عبد الصمد الحدوشي، إلا أن نهاية الرجلين لا تزال غامضة حتى يومنا هذا، فعدي وقصي تمكن من الهرب من الموصل إلى سوريا، إلا أنهما عاد للموصل مرة أخرى بصورة مفاجئة ليلقيا فيها مصيرهما بعد أن وشى بهما صاحب المنزل المختبئين فيه وأخبر القوات الأمريكية بمكانهما. فما الذي حدث لأبناء صدام؟ وما الذي دفعهما لمغادرة سوريا؟ وما هي حقيقة الوشاية بهما من قبل أحد أقاربهما؟ أبناء الرئيس. مع بدء الغزو الأمريكي للعراق وضعت الإدارة الأمريكية عدي وقصي على القائمة الرئيسة للمطلوبين لها، فعدي هو الابن الأكبر لصدام حسين والذي اعتبر لفترة من الزمن أنه ولي عهد والده، إلا أنه خسر منصبه بسبب سلوكه العصبي وخلافاته مع أبيه وأخيه، فهو الأكثر شهرة بحكم اهتمامه بالسيطرة على المؤسسات الإعلامية والرياضية، ما جعله محط الأضواء بشكل شبه دائم. أما قصي يعتبر رجل الظل في دولة صدام، فظهوره الإعلامي شبه نادر وصوره الشخصية لا تتجاوز عدد الأصابع، فقد كان ينظر إليه أيضاً بأنه خليفة صدام حسين في الحكم، حيث كلفه والده مسؤولية حمايته بعد أن أسند إليه منصب رئيس جهاز الحرس الجمهوري المسؤول عن حماية الرئيس، كما أوكلت إليه مهمة قيادة قطاعات حساسة في الجيش، حيث أصبح مشرفاً على مناطق حيوية في البلاد كمحافظة بغداد والأنبار وصلاح الدين وواسط، بالإضافة إلى ديالى. وتحت مسمى نظرية الصدمة والترويع بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا الغزو، وذلك بقصف عنيف على المؤسسات العسكرية والمدنية، بالإضافة إلى البنية التحتية العراقية، لتحقيق نصر عسكري حاسم وسريع، حيث بدأت الطائرات ضرباتها الجوية وانهمرت الصواريخ وقذائف المدفعية على بغداد، مع هجمات برية قوية من عدة جهات في وقت واحد، إضافة للحرب النفسية التي سبقت الغزو والتي كان لها دور كبير في الإسراع بإنجاز المهمة وتسريع انهيار الجيش العراقي وسقوط بغداد بيد الأمريكان. ومع بدء الغزو قاد قصي بنفسه جهود صد الهجوم الأمريكي بحكم قيادته لأهم ألوية الجيش العراقي ومسؤوليته بحماية أهم المناطق في البلاد، إلا أنه فشل في وقف زحف القوات الأمريكية بسبب عدم درايته بالأمور العسكرية، ليلقى اللوم عليه بانهيار الجيش ودخول الأمريكان للعاصمة بغداد بأقل الجهود والخسائر. ومع سقوط بغداد غادر صدام إلى تكريت منطقة عشيرته، فيما اختبأ نجلاه في مكان آمن وغير معلوم للبدء في قيادة المقاومة الشعبية ضد الاحتلال. رحلة ما قبل الموت. رحلة بدأها قصي وعدي بالفرار من تكريت معقل عشيرتهم التي لم يتبقيا فيها سوى أيام قليلة، ومن ثم غادراها صوب الحدود السورية، لينتقل بعد ذلك إلى سوريا برفقة السكرتير الشخصي لصدام ويدعى عبد حمود. وهنا تعددت الروايات بهذا الصدد، فالأولى تقول بأن دمشق رحبت بقصي وحمود فقط فيما رفضت استقبال عدي، والثانية تقول بأن المخابرات السورية طردتهم ومنعتهم من دخول الأراضي السورية رغم تقديمهم الرشاوى لها. أما الأخرى فتقول بأن المخابرات السورية استضافتهم لفترة من الزمن دون علم الحكومة السورية، وتحديدا بأمر من غازي كنعان، وبعد أن حصلوا منهم على أموال طائلة قاموا بطردهم خارج البلاد، لكن في نهاية الأمر عاد ثلاثة أدراجهم إلى العراق. وقبل القبض عليهم خرج جورج بوش بتصريح غامض، حيث قال إن الحكومة السورية فهمت الرسالة التي مفادها بأن الولايات المتحدة
لن تتهاون مع سوريا إذا قدمت الدعم أو الحماية لرموز صدام حسين، وأن الحرب قد تمتد إلى سوريا في حال لم تغير دمشق سلوكها الشنيع. معركة المخبأ. بعد مغادرتهم لسوريا عاد قصي وعدي للموصل، حيث تم تأمينهم في منزل صلاح الزيدان الذي كان ينسب نفسه لعشيرة صدام حسين. أقاموا هناك مدة 14 يوماً، إلا أنهم طلبوا من صلاح الزيدان أن ينقلهم إلى منزل شقيقه نواف. في البداية عارض صلاح مطلبهم، إلا أنه استجاب لهم لاحقاً وقام بنقلهم إلى منزل شقيقه الذي كان عبارة عن فيلا مكونة من 3 طوابق محاطة بسوق شعبي مزدحم. وبعد فترة وجيزة من الزمن بدأت تنسج خيوط الخيانة بين نواف زيدان والمخابرات الأمريكية، ولكي يتخلص منهم وبالفعل وشابهم، وأخبر القوات الأمريكية بمكان اختبائهما. وفي صباح 22 من تموز حاصرت القوات الخاصة الأمريكية المنطقة وطوقت المنزل. في البداية حاولت قوة أمريكية صغيرة اقتحام المبنى، حيث ظنت أنها قادرة على اعتقال المطلوبين، لكنها فوجئت بالمقاومة الشديدة، فاضطر الجنود للانسحاب لفترة قصيرة، ومن ثم تم استدعاء الفرقة 101 المحمولة جوا، ليتجدد الاشتباك مرة أخرى وليستمر ل6 ساعات، قتل خلالها العديد من جنود الجيش الأمريكي. ومع اشتداد مقاومة الرجال 4، أي عدي وأحد حراسه، وقصي وابنه مصطفى والذي يبلغ من العمر 14 عاماً، اضطرت القوات الأمريكية لاستدعاء طائرة الهليكوبتر الهجومية إلى مسرح العملية، حيث أطلقت 13 صاروخاً على المنزل، لتتمكن بعدها من اقتحام الطابق الأول. بعد معركة دامت 6 ساعات من النيران الكثيفة، قتل قصي وعدي نجلا صدام حسين، واللذان كان يعتبرا الأكثر إثارة للرعب بعد والدهما، ومعهما حارسهما الشخصي. أما مصطفى بن قصي فقد كاد أن ينجو من الموت لولا تلك المقاومة للقوات الأمريكية، فقد قام بإطلاق وابل من الرصاص عليهم، وقبل وصولهم إليه بعد مقتل أبيه وعمه ليرد الجنود عليه بإطلاق النار، فأردوه قتيلا أيضا. وبعد انتهاء الاشتباكات ظهر نواف الزيدان برفقة القوات الأمريكية، حيث اقتيد ليتعرف على جثتي عدي وقصي، ليختفي بعد ذلك للأبد بعد أن حصل على أكبر مكافأة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، والتي ترصد بحق مطلوبين لها وقدرها 30 مليون دولار. أما شقيق صلاح الزيدان فقد قتل بعد فترة قصيرة على يد مجهولين، فيما اعتبر ثأرا لوشاية شقيقه بنجلي صدام اللذين تشابها مع والدهما في النهاية، وهي الموت على يد الأمريكان. نهاية، برأيك هل يستحق قصي وعدي تلك النهاية المأساوية؟ وهل مبلغ 30 مليون دولار مغر لدرجة تدفعك للوشاية بأحد ما؟ شاركنا رأيك في التعليقات.